وبرنامجكم إضاءات منتعش. في هذا الأسبوع معنا لكم العديد من المواضيع المهمة التي تزخر بها مدينة تعز، فتعز أسبوعياً فيها فعاليات وأنشطة وكذا مواضيع تحتاج منا الاهتمام وإظهارها للمجتمع، فتابعونا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، النزوح ظاهرة ظهرت في المجتمعات التي تعاني الحروب وغيرها من كوارث طبيعية، واليمن وتعز تعاني النزوح بسبب ميليشيا الانقلاب الحوثية الإرهابية، وجعل الوسطاء يعانون الأمرين، التعب فلا تعليما ولا صحة وحتى بيوت من الطرابين أو من الطوب الرمل، وهذا غير كافية بأن يعيش فيها الإنسان باستقرار وأمان، بأمان غذائي وصحي. وإليكم التفاصيل في هذا التقرير. عاصفت باليمن وتعز حرب مستعرة من قبل ميليشيا الانقلاب الحوثية الإرهابية، مما اضطر الناس البحث عن مناطق آمنة تأويهم من الحرب فيلجأوا لمخيمات النزوح، ولكن مخيمات النزوح هي أماكن مؤقتة وتحتاج الاهتمام والرعاية من جميع المنظمات والمؤسسات الإنسانية والدولية لما يعانيه النازح من احتياجات كثيرة، منها الماء والغذاء وحتى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى أماكن تقيهم من حر الشمس وبرد الشتاء. تحضر قناة عدن لتلمس هموم واحتياجات المجتمع اليمني في المحافظات كافة المحررة في هذا المخيم والعديد من المخيمات داخل المديرية مخيمات النازحين. هناك كثير من الاحتياجات، أهمها احتياجات المياه، مياه الشرب النقية، لأنه فقط تأتي بمياه عبر الناقلات والشاحنات لخزانات لا تفي بالغرض أو الاحتياج الكافي. أيضا معاناتهم في الخدمات التعليمية، لأنهم مخيمات عديدة ومتقاربة قرب مدرسة واحدة، أيضا المدرسة لا تقدر أن تستطيع تلبي احتياجاتهم من حيث الفصول الدراسية والمدرسين والكتاب المدرسي. كذلك بعدهم عن المرافق الصحية، المستشفى النشم الريفي بمركز المديرية ومنطقة البيرين واسعة وكبيرة، وهم أضافوا عبء فوق عبء المجتمع المضيف، أن لا توجد خدمات صحية إلا فقط في نقطة صحية بجوار مدرسة التعاون بيرين. الأمر الذي يعكس إشكاليات أيضا وانزعاجات لدى السلطة المحلية، أو هناك نزاعات معنا ومع السلطة المحلية مع المجتمع والنازحين والسلطة المحلية بمطالبتنا بإيجاد مرفق صحي لتلبية احتياجات هؤلاء النازحين، بالإضافة إلى المجتمع المضيف، لأن المنطقة قلنا كبيرة جدا ودون لا توجد فيها وحدة صحية أو مرفق صحي. والآن نحن في بداية الشتاء، بداية الأشهر الباردة، يعني المخيمات النازحين في مخيمات يحتاجوا إلى أدوات مأوى، أيضا مزيد من المواد الغذائية لتفي تساعدهم على مقاومة البرد في هذه الفصول، أيضا البدلات الشتوية. نحن من هذا المقام ندعو الأخوة في المنظمات وشركائنا في التنمية أن يساعدوا السلطة المحلية في تلبية احتياجات ومتطلبات هذه المخيمات، أولا بإيجاد وحدة صحية أو مركز صحي بهذه المنطقة، ثانيا إيصال مياه الشرب نقي بإيجاد مشروع مياه بالمنطقة المجاورة. هناك بئر محفورة لكن تحتاج إلى أعمال مدنية وميكانيكية لاستكمال إخراج مياه الشرب النقية. رحيم، بداية نرحب بقناة عدن والفريق العامل، وبالنسبة لموضوع النازحين، موضوع مديرية المعافر بشكل كامل، تعتبر مديرية المعافر بؤرة النزوح، حيث تحتوي على أكثر من 6500 أسرة نازحة في المخيمات وفي المنازل. لدينا في المنازل في المخيمات تقريبا 2500 أسرة يتوزعون ما بين عزل السوا والمشاولة
ايضا في الشعوبه موقع بسيط واحد، وايضا في المنازل اللي هو 2500 في المخيمات، 3800 في المنازل. طبعا الاحتياج كبير، هذا النزوح شكل ضغط على تقديم الخدمات داخل المديريه، سواء في الجانب التعليمي، في الجانب الصحي، في مختلف مراكز تقديم الخدمه. احنا الان في مخيم جبل زيد، وكما تشاهدون الوضع المتردي يبدو انه كما توضح الصوره الاحتياج شديد في كل القطاعات. قطاع التعليم لدينا تقريبا ما يقارب 400 طالب يتوزعون هنا في مدرسة البيرين، جزء منهم ما التحقوش بالتعليم بسبب ضغط الطلاب. القطاع التعليمي أيضا ما يوجد، ما فيش معنا مرفق صحي قريب من المكان. عملت معنا بعض المنظمات خلال السنوات الماضية بشكل متقطع بدعم للمستشفى الريفي باعتباره المرفق الصحي الأول كمرفق عام داخل المديرية اللي يقدم الخدمات، إضافة إلى عيادة متنقلة بالتنسيق مع مكتب الصحة بين فترة أخرى مش منتظمة. بالنسبة للمطلوب الآن، طبعا معانا في الأمن الغذائي لا يزال الاحتياج كبير جدا، في فجوة كبيرة جدا. الدبليو اف بي كان معانا مغطي 9500 يأتي على دورتين، والآن قدوا على عدة دورات خلال السنة. ما فيش مواكبة لحجم الاحتياج الموجود الذي يمثله اللي مثلته ظاهرة النزوح. كذلك القطاع الصحي، تنتشر لدينا كثير من الأمراض والحميات بالذات في هذه الفترة، فترة التغيرات الفصلية، في حميات، في التهابات، في حمى ظنك الآن منتشرة داخل المحافظة. نحن بحاجة شديدة، بحاجة ماسة إلى مسألة مضاعفة الجهود في الجانب الصحي، سواء بالتنسيق مع المرافق الصحية المتوفرة الموجودة، أو من خلال دعم يعني عربات متنقلة. أيضا موضوع الحماية، لا يزال قطاع الحماية يعمل لدينا بشكل يعني خفيف، بشكل ضئيل جدا، ما يلبيش الاحتياج. الناس موجودين معنا، ناس لديهم إعاقات، في ناس لديهم حالة طارئة. العمل في من شركاء الحماية يأتي محدود، حتى الآن يبلغونا قبل قليل من شان بعض الحالات في بعض المخيمات، قالوا إنه الحالة الطارئة متوقفة لديهم، ما استطاعوش أن يقدموا دعم للحالات الطارئة. بالنسبة لي أنا في هنا في مخيم قبل زيد، مثل مخيم قبل زيد أنا والأخ وضاح علي سعد سلطان. عندنا بالنسبة للأمراض، في عندنا أمراض في معاقين ويعانوا عني من المركز الصحي، فالمركز الصحي بعيد. وعندنا مرأة يعني مثلا يصير نسعفها في حالة ولادة، ما نوصلها في المستشفى يعني قد خرجت بس ما نحصلش يعني حق المواصلات. أجينا هناك مثلا اليد عاطلة، ما فيش يعني عمل شغل، ما فيش. احنا محتاجين الى مركز صحي، محتاجين الى مواد غذائيه، محتاجين الى طرابير للخيم حقنا. وبالنسبه هنا المواطنين جلسنا معمجين هنا لنا 8 سنوات، منعوا لي حقنا، ما يخلوش ننزل. لا مش يعني ما على الجانب الصحي يعني، بس على الجانب الصحي ما شفتش يعني. طيب يلا بالنسبه نقول لكم حالة الماسة عندنا ضعيفة، وإذا مثلا وجدنا يعني سيارة نوصل الأمراض حقنا إلى المركز، المركز حقنا يعني بعيد في النشماء ومش معنا مادة الذي مثلا نوصل المريض قد تعبان حالة ولادة. أو بالنسبة للمعاقين عندنا في المخيم أكثر، لا أكثر عندهم إلى حد 20 نفر. مشاهدين، الرش الضبابي والعلاجات ضرورية لمكافحة حمى الظنك التي ما زالت تنهش أبناء تعز وتقلق حياتهم. ف11,000 مواطن في تعز يصابون بحمى الظنك وغيرها من الحميات الفيروسية مشكلة، فأقيمت في محافظة تعز حملة لمكافحة حمى الظنك والملاريا على مدى 4 أيام مع توزيع علاجات للمراكز الصحية. التفاصيل في التقرير التالي. عندما أتت جائحة الظنك كشفت الكثير من المشاكل، وأهمها العلاج المجاني الذي يحتاجه البسطاء في تعز، ولهذا عانى الكثير من حمى الظنك والحميات الأخرى.
التي أصبحت شبح سنوي يطل على المدينة المنهكة من الحرب والحصار والوضع الاقتصادي المتعب، والذي أغلب الناس تشتكي بأنها لا تمتلك العلاج لأنهم لا يمتلكون قيمته. وما يميز حملة حمى الضنك والملاريا التي وجه بها نائب مجلس الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح رئيس المكتب السياسي، كانت تمتلك العلاج المجاني الذي وزع على 3 مديريات واستلمتها المستشفيات والمراكز الصحية حتى تخفف على المواطن الألم الحمى والاحتياج لشرائها. فتعز وصل عدد المرتادين للمستشفيات والمراكز الصحية ما يزيد عن 11 ألف مريض تقريبا، وأكاد أجزم بأن هذا العدد وراءه أعداد لم تقدر على الوصول للمستشفى وفحصهم معروف مرضهم وخصوصا في الأرياف البعيدة. إنما ما لوحظ من كثافة في السحاب الرمادي من فرق الرش التي اعتمد في رشها ل3 مديريات صباحا ومساء لمدينة المظفر والقاهرة وصالة، كان وفق خطة طرحت تبدأ بالاتساع حتى الانتهاء بآخر نقطة تلتقي فيها الفرق في آخر يوم. تم تدشين حملة الرش الضبابي للبعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. جاءت هذه الحملة بتوجيهات من الأخ العميد الركن طارق محمد صالح وبرعاية محافظ المحافظة وتنفيذ مكتب الصحة وإشراف السلطة المحلية وأيضا بالتنسيق مع الخلية الإنسانية في الساحل. هذه الحملة ستستمر لمدة 4 أيام، ستستهدف جميع المناطق الموبوءة برقات حمى الضنك وستستهدف البعوض الناقل لحمى الضنك. ويترافق مع هذه الحملة الرش أيضا حملة توزيع الأدوية للمستشفيات الرئيسية في المدينة أيضا بنفس دعم والتوجيهات من الأخ العميد الركن طارق محمد صالح. الوقت الذي تشهد مدينة تعز انتشار شديد للحميات الذي تجاوز 11700 حالة إصابة بالحميات والازدحام الشديد على المستشفيات والنقص الشديد في المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل، تتكفل الخلية الإنسانية بدعم هذه المستشفيات الرئيسية في المدينة المظفر، هيئة مستشفى الثورة، مستشفى الجمهوري بالأدوية والمحاليل الوردية الخاصة بالحميات، وهذه ستخفف الكثير والكثير على القطاع الصحي وعلى المواطنين في ظل الأوضاع التي تشهدها المدينة من الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة لأبناء المحافظة. في البداية نشكر الخلية الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية على تدخلها في الوقت الذي خذل الكثير من المنظمات، خذلت تعز وعدم وجود أي استجابة من السلطات العليا في وزارة الصحة. كانت مبادرة الخلية الإنسانية في وقتها مناسب، ونريد من الخلية الإنسانية التدخل في أكثر من مجال. القطاع الصحي بحاجة إلى تدخلات في دعم مرضى الفشل الكلوي، في دعم مراكز الأمراض المزمنة كذلك، في دعم بقية المرافق الصحية بالأدوية بالمحاليل المخبرية، في دعم المختبر المركزي كذلك بالمحاليل المخبرية والتي يحتاجها لنقل الدم، في دعم مركز بنك الدم لنقل الصفائح الدموية للمرضى الذين يحتاجون لها من أمراض الحمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. طبعاً إحنا دائماً نتفاعل بالدعم خاصة من المنظمات الأهلية والمنظمات الخيرية، وهذا بداية الدعم. طبعاً صحيح إنه وصل متأخر، لكن يوصل أفضل متأخر أفضل مما يوصلش. طبعاً كل الأصناف اللي صرفت أو التي وصلت كلها يعني أصناف ضرورية خاصة مع انتشار مرض حمى الضنك في الفترة الأخيرة ومرض الحميات بشكل عام. فممتاز تقريبا احنا عشان نبدأ اليوم تدشين الصرف ل3 مراكز حميات اللي هي الثورة والجمهورية والمظفر، وإن شاء الله يعني تبدأ الحملة ويستفيدوا المرضى من هذا الدعم. بالنسبة للحالات حمى الضنك منتشرة في مديرية المظفر، ونحن في مستشفى المظفر نستقبل حالات كبيرة جدا ولا يوجد لدينا دعم، إنما هذا الدعم الذي وصل يعني يمثل رافد للمرضى ويستفيد منه حتى ولو هو بنسبة ضئيلة. الحالات باستمرار يعني يتطلب الدعم المزيد لجميع المرافق، ونحن بالمستشفى المظفر نستقبل مختلف
يعني المستشفى بوسط المدينة يستقبل من صبر من الحبشي من هنا يستقبل أعداد كبيرة. بالنسبة للتدخل الأخير اللي تم التدخل فيه لمكافحة حمى الضناك هو جاء في الطريق الصحيح، ونشكر الخلية الإنسانية لقيامها بهذا التدخل ممثلة بالأخ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح، كون الدعم الذي قدمه لنا والمحافظة جاء في الوقت المناسب ليعمل على المكافحة الصحيحة لحمى الضناك، والممثلة بأول مرة مكافحة البؤر والرش الضبابي لقتل البعوض الذي يتسبب في حمى الضناك. ثانيا تم إمداد المحافظة بعدد كبير من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية التي تساعد في علاج الحالات المتضررة من حمى الضناك، حيث أنه كان في الفترة الأخيرة قد وصل عدد الحالات إلى أكثر من 11 ألف حالة، وكانت تشكل أرق كبير للمحافظة وفوق طاقة مكتب الصحة لمواجهتها، لذلك جاء الدعم في الوقت المناسب، ونشكر كل القائمين على هذا الدعم من أجل صحة المواطن والقضاء على مسببات حمى الضنك في المحافظة. طبعا أنا أشكركم، وبالنسبة للمكتب السياسي عندما يقوم بتقديم أي خدمات للمواطنين سواء في محافظة تعز أو في غير محافظة تعز، في معنا خلية تسمى الخلية الإنسانية تابع للمكتب السياسي، تقوم بالأعمال الخاصة بالمواطنين والمهمة في الأوقات العصيبة، في الأوقات التي يتخلى عن المواطنين أو عن الناس كل المسميات، بينما المكتب السياسي والخلية الإنسانية هي التي تقوم بتأدية الواجب بدون ضجيج إعلامي. طبعا المكتب السياسي بخليته الإنسانية لا يهمه الظهور بالمواقع أو في القنوات الإعلامية، يهمه تقديم الخدمة، لأن المكتب السياسي يتكلم ويتحدث باسم المواطن. أعزائي المشاهدين، التعليم أساس الاستثمار في الإنسان، وهذا ما كان من انفتاح قسمي الخياطة والرسم مع طباعة المنهج الدراسي وإنشاء صالة الرياضي في المدرسة الشهيدة نعمة رسام بمحافظة تعز من قبل الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية والمكتب السياسي فرع تعز لتكتمل المنظومة التعليمية في المدرسة. التفاصيل في التقرير التالي. مدرسة الشهيدة نعمة رسام بمحافظة تعز حظيت بقسمي خياطة ومرسم نموذجي، وكذا صالة رياضية وطباعة منهج مدرسي ومقاعد مدرسية وتجهيز مخزن للكتب. كان هذا بتوجيهات مباشرة من نائب المجلس الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح رئيس المكتب السياسي، ونفذته الخلية الإنسانية المقاومة الوطنية، وسلمت التجهيزات المشروع إعادة تأهيل بشكل رسمي من قبل وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي ومدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عبد الواسع شداد ورئيس المكتب السياسي فرع تعز عبد السلام الذهبلي، وحضورا للمكاتب التربية والتعليم بمديرية المظفر عادل العليمي. أكدوا على أهمية التعليم لأنه بناء الأجيال وتنميته وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية والبدنية طريق سليم لاحتواء الأجيال وتوجيهها فيما يتواصل بالعمل الموجود الآن في مدرسة نعمة رسام. نشكر الشيخ عبد السلام الذهبلي أيضا رئيس المكتب السياسي في محافظة تعز لدوره الفاعل في مسألة هذا الإنجاز الموجود وربطه مع العميد طارق فيما يتصل باحتياجات تعز. ونحن شاهدنا قبل فترة أسبوع بالكثير حول مسألة الحملة حول حمى الضناك، وكانت عملية حمى الضناك وما سببت له من انتهاك لمحافظة تعز فيما يتصل بالأمراض وحالة الناس التي كانت بحاجة إلى رعاية، تدخل العميد طارق كان له أهمية وفي الوقت المناسب لتخفيف معاناة. احنا شاهدنا المكتبة حقيقة كانت تتعرض للإصابة بحشرة الأرض، احنا وجدنا أن المكتبة الآن مجهزة لحماية الكتب وبشكل نموذجي ورائع. هذا الدور اللي يقدم الآن أنا أعتقد أنه يمثل نموذج للمدرسة النموذجية في محافظة تعز وفي
صالة رياضية. أعتقد أنه الفكرة ممنهجة في تقديم كل ما يتصل بتحويل المدرسة بكل الاحتياجات التي تحتاجها، وجعلها نموذج في كل المجالات الموجودة. دخلنا عبر الخلية الإنسانية بهذا المشغل وأدواته واحتياجاته وترميمه، ومعمل الرسم واحتياجاته وترميمه، والمخزن الكتب واحتياجاته، وأيضا الكتب الدراسية لهذا الفصل، وأيضا الصالة الرياضية، وهذه الأمور جميعها مقدمة لهذه المدرسة والكثير. هذه خطوة أولى بالنسبة للتعليم على طريق خطوات لاحقة بإذن الله. الخلية بدأ هذه البداية، ولكنها ستستمر في ترميم والقيام بأدوارها. أيضا ما تم في من تدخل لإنقاذ أبناء تعز من حمى الضنك برضو بدعم العميد طارق وجهد وتدخل الخلية الإنسانية، عمل جبار. ونحن لسنا إلا من هؤلاء، لا ما نحن إلا من أهلنا، من هؤلاء الناس، وسنقف حيث تقف تعز. والعمل في هذه الفترة لم يعد شعارات، وتعز من اليوم وصاعد لا تريد شعارات أو كلام أو ألفاظ، تريد عمل. من يعيش هموم الناس وهموم الفقراء ومعاناتهم سيدخل قلوب الناس، ومن يفعل ذلك سيخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم نستلم العديد من الأشغال التي قامت بها الخلية الإنسانية مشكورة، وبدعم مباشر من الأخ العميد طارق محمد عبد الله صالح، والذي كان هذه اللفتة لمدرسة نعمة رسام لفتة كريمة. نقدم له الشكر الجزيل على هذا العمل، والعمل حقيقة عمل متميز، سواء في مشغل الخياطة، سواء في الملعب الرياضي، سواء في الرفوف المقدمة للمكتبة، وأيضا معمل الرسم، كلها أعمال متميزة وتجعل الطالبة تخرج من هذا المكان وهي تفهم ليس القراءة والكتابة فقط، وإنما تدبير حياتها المنزلية، سواء في مشغل الخياطة أو في التدبير المنزلي أو في العمل أعمال المطبخ، يعني تخرج طالبة متكاملة مسلحة أيضا بالعلم الذي كنا نفتقر في كثير من المدارس إلى الكتاب المدرسي. تم تهيئة أو طباعة الكتاب المدرسي للجزء الثاني لهذه المدرسة. فقط ما نتمناه ونطرحه للأخ العزيز العميد طارق صالح أن هذه باكورة أعمال الخلية الإنسانية، إن شاء الله تتوسع إلى مدارس أخرى، إلى أماكن أخرى في محافظة تعز. هذه البصمة إن شاء الله تتعدد في أماكن متعددة، ونحن نرحب بالدعم للعملية التعليمية والتربوية أيا كان مصدره. لا يهمنا المصدر، يهمنا أنها أمور ملموسة وصلت إلى الطالب وإلى المدرسة. شكرا جزيلا للخلية الإنسانية لهذا الإنجاز. في البداية الشكر والتقدير للخلية الإنسانية لما تقدمه من خدمات تسهم في العمل الإنساني الحقيقي، وأيضا تحقق مفهوم التنمية المستدامة من خلال دعمها لقطاع التربية والتعليم. دعمت في طباعة الكتاب المدرسي، وهذا شيء نادر يحدث من منظمات بهذا الشكل. أيضا دعمت في الكتاب في الكراسي، أيضا في الصالة الرياضية لمدرسة نعمة رسام. كل الشكر والتقدير للخلية والعاملين عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لي الكثير وجود المكتب السياسي في مدرستي مع الخلية الإنسانية، هذا يعتبر نجاح وانتصار عظيم بالنسبة للمدرسة وما قدموه. قدموا أشياء مهمة جدا، وكانت من الاحتياجات الهامة في المدرسة، وخاصة بالنسبة لطالباتي كانت هذه اللمسات مهمة جدا للطالبات ولأنشطة الطالبات ولطموح الطالبات. طبعا كل ما قدموه كان يعتبر بالنسبة لنا ثروة مادية بتغني ثروة بشرية، وبتستثمر عقول بشرية بإذن الله تخرج إلى سوق العمل وإلى المجتمع بمهارات وقدرات عالية جدا. أشكر
رئيس المكتب السياسي الأستاذ عبد السلام الدهبلي، وكما أشكر النائب أيضا أحمد علي الشرعبي، ولا أنسى بالشكر والتقدير لنائب مدير الخلية الإنسانية الأستاذ مالك الشلح، والأستاذ كذلك المهندس القدير حلمي المعمري. كل هؤلاء بذلوا جهد لمدة شهر بكل طاقاتهم، حتى أني كنت أراهم لا ينامون مثابرون في المدرسة ليل بنهار حتى يستكملوا هذا المشروع العظيم، والحمد لله أنهم اليوم تم استكملوه وتم تسليمه إلى المدرسة بكل إتقان وبكل جدارة وبكل فخر. شكرا للجميع وشكرا لمجتمعي الجميل. مشاهدين، مساندة الجيش الوطني ضرورة ملحة وضرورية، وخصوصا في فصل الشتاء، وإيجاد البطانيات والجاكيتات يحمي أبطالنا من برد الشتاء القارس في المتارس، وهذا ما قامت به الحاضنة الشعبية في تعز من تسليم الجيش الوطني مستلزمات الشتاء. التفاصيل في التقرير. إسناد الجيش الوطني ضرورة ملحة وضرورية، وخصوصا من المجتمع، لأن الحرب ما زالت مستمرة ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية الإرهابية. وعندما يشعر الجيش بأنه يحظى بحاضنة شعبية تقدر يبذل قصارى جهده، فمن ضمن مشروع دفء الشتاء بدعم من المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية تم توزيع بطانيات وجاكيتات للجبهات في محافظة تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن دعم المجتمع والحاضنة الشعبية والمقاومة الشعبية هي الفاعل الأساسي والشريك الوفي في دعم الجبهات منذ اللحظة الأولى. وفي هذا المناسبة نشكر كل من دعم الجبهات سواء اليوم أو غدا أو سابقا، سواء كان دعم ماديا أو معنويا. وفي هذا المناسبة ندعو كل من له شأن في الجبهات سواء كان في الدولة المختصة وزارة الدفاع أو وزارة المحلية أو غيرها في دعم الجبهات وتوفير متطلبات الجبهات القتالية في هذه اللحظة الحاسمة. نستمد قوتنا بعد الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين يقدمون الدعم السخي للجبهات وللمناضلين وللمقاتلين سواء في المقاومة الشعبية أو المجتمع المدني أو الشباب أو كل أحرار تعز الذين يقدمون هذا الدعم، يرفع من معنويات المقاتلين في الجبهات، فهم بعد الله سبحانه وتعالى لهم الفضل في هذا الصمود وفي هذا النصر الذي لن تستطيع قوة الانقلابيين أن تخترق شبرا واحدا من الجبهات المرابطة حول مدينة تعز. في كل جيوش العالم بما فيها أقوى الجيوش في الدول العالمية دائما لا تستغني عن حاضنتها الشعبية وعن الشعب المساند لهذه الجيوش، فسيظل الشعب اليمني بما فيه المجتمع التعزي مساندا لجيشه الوطني ولرجال الجبهات وداعما لهم بالأفراد وبالإمكانات. ومن ضمن الدعم الذي نقدمه اليوم بدعم سخي من الشيخ حموس سعيد المخلافي قائد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في الجمهورية ومجلس محافظة تعز، ينفذ اليوم هذا المشروع، مشروع دفء الشتاء وتوزيع الملابس الشتوية لأفراد الجبهات. ولا زلنا نعد ونوعد باستمرار هذا الدعم إن شاء الله حتى تحرير آخر شبر من الوطن اليمني. يعني هذا بأن هذه رسالة قوية من المحافظة تعز بأن الناس صفا واحدا، جيش، مقاومة، أطفال، نساء، رجال، شيوخ، ضد هذا المشروع السلالي البغيض الذي أراد أن يكتث الهوية اليمنية. فهذا نقول لهؤلاء الانقلابيون بأننا صامدون وجاهزون لخوض المعركة النهائية الفاصلة التي سندحر من خلالها هؤلاء الانقلابيون إلى الأبد إن شاء الله. الدعم المعنوي جزء لا يتجزأ من كسب المعركة، واليوم المساندة المجتمعية هي التي تقول للجيش الوطني نحن معكم من محافظة تعز. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية برنامجكم إضاءات من تعز في هذا الأسبوع، فيه حملنا لكم الكثير من الأنشطة والفعاليات والتفاعلات المجتمعية، وعلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي وتحيات قناة عدن الفضائية من تعز.